في فرق سن بينكم كتير؟ احنا قد بعض ومولودين في نفس اليوم الحمد لله. توفي انا بص شفت ابص في عينه كده اعرف ان هو جعان فانا حاسه ان هو جعان فهقوم احضر له لقمه وانتوا كمان تاكلوا معانا وهنطلع فاصل ولسه مكملين معانا النجم الجامد سمير غانم والنجمه الكبيره استاذه دلال عبد العزيز. هتكفيهم؟ كفيهم طبعا. انا حاسه ان انا قللت شويه في الكميات. لا انت عامله واجب والله العظيم بجد. اه والله. يلا يلا بينا. بصوا بقى انا ايه يعني ما ردتش يعني ايه عامله لكم حاجات كده جمبري جمبري بسيطه ده كله بسيطه حاجات بسيطه كده ايه عشا خفيف يعني احنا ما رضيناش. لا 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 يا جماعه انا بقى ايه مش عايزاكم تتكسفوا. بيت الكرم الله يخليكم. انتوا ايه اصلكم شرقاوي زيي ولا ايه؟ ايوه طبعا شرقاوي ولا ايه؟ شرقاوي زيي ولا ايه؟ اتفضل يا شرقاوي اتنين وبتاع. بصي من غير ما اتفضل انت بنتي الحلوه. زق الترابيزه معايا يا مديحه. ويلكم. دي طحينه اللي عندي دي. ويلكم. يا سلام تعرفي تقشري لي حبه طحينه. الشباب هيتفرجوا علينا كده اتفضلوا معانا. لا طبعا مش عايز من ده الكريسبي؟ كريسبي ده تجربه. الله يهديكي يا شيماء. طب انت قول لي ايه كده اكتر اكل انت بتحبه؟ اللي انتوا عاملينه ده بجد؟ اه وفي اجمل من السي فود؟ بحب السي فود مع ان الدكتور منعه عليا في حاجات كده وبالذات ده انما خليها على الله. المهم الواحد ياكل اللي في نفسه. صح؟ طب قولوا لي كده في بدايه الجواز مثلا دي عملت لك اكله ما عجبتكش؟ فشر بدايه الجواز لحد النهارده ولا ايه؟ هو كان لسه هيقول فشر. ما فيش حاجه عجبتني عشان كحن جبار. هي هي بص شباب الطبيخ عنده شكر يا رب. الطبيخ ده نفس زي ما بيقولوا. لا هو اول ما اتجوزنا جاب لي جمبري وقال لي اعمليه بقى هتعرفي تعمليه؟ قلت له اه اوصف لي وانا اعمله. قال لي بس ما تحطيش عليه ميه فما غسلتوش. سمعت الكلام انت سمعت الكلام في الحله وقال لي كل شويه اعملي كده اشيل البتاع واعمله كده لغايه ما استوى وبعدين جه قال لي ايه الريحه دي؟ قلت له الجمبري. طبقتي من غير ما تغسليه يا لينا. ده جلد ارانب ده ولا جلد ارانب ده؟ ربنا اللي تعبان. نسيت اليوم ده. طب مدام دلال ما طبختيش ولا مره حاجه في حياتك؟ لا بطبخ والله ده بكاشين نصابين. بتطبخ يعني ايه اصلا تطبخ يعني؟ ده عيال نصاب. لا لا مارش فيهم. مامتها الله يرحمها كانت تعمل حاجات حلوه قوي. لا بس انا لما بنوي اكلي حلو. اه يعني تبع المود بقى. في نفس. نفس في الاكل. بذمتك ده المهم. كلت كريم كراميل زي اللي انا بعمله؟ لا بيعمل كريم كراميل. لا بجد؟ اه يعني. والمصحف ما اعرف ازاي انما بتطلع كده بركه. تطلع بالحظ كده. تاخدي معلقه الكريم تلاقي الكراميل صحصحت معاك. اوه فظيعه. وانت تقدر كراميل تقف قدامك يا سموره. ربنا يخليك. ما لازم يا اختي ربنا يفتحها في وشك. حبيبي بتعمل ايه يا مادي؟ بتعمل ايه؟ ايه ده؟ سوري يا اولاد. ايه ده؟ مش لا لا مش عايزه. لا الفسفور إيه ده؟ غلط عليا. ايه ارمي لكم؟ طب رميت من البتاعه دي؟ لا 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 الفسفور غلط عليا. لا كلها انت. امال ده اللي في ايدك ده ايه؟ لا اصل الدكتور قال لي خفف الفسفور عشان انا بقيت ازود عليه الموضوع شويه. طب انا هقول لك حاجه. اول ما تشبع حكايه الفسفور اللي في الجمبري. ايه؟ ياما ناس قالوا جمبري زي هم ما حدش نور مفيش حاجه نورت. طب انت بتصدق فعلا في موضوع الفسفور اللي في السي فود ده؟ لا صح. سمير اجيب لك بطاطس صيا. ايه ده؟ بحب البطاطس. البطاطس اللي مع السمك في الصينيه. لا انا حاطط ده برنامج. دوق دي ايه يا مادي دي؟ كل واشكر. ايه دي؟ برنامج كل واشكر. طب قولوا لنا انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ مش في صنف حلويات؟ صح اسمه كل واشكر. صح؟ اجي بقى. اللي انا اكلتها؟ دي بطارخ. بجد؟ طب يلا قولوا لنا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ ده ايه؟ لا في بقك. الله 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 الف هنا. عايزين نعرف اتعرفتوا على بعض ازاي؟ يا لهوي. لا يا سمير لا سمير ما تبوظليش هدومي والنبي. شكرا يا سمير. اطهرك؟
بلاش؟ لا 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 بس عشان مش احنا بنشتغل. طب قولوا لنا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ زي الناس. انا سمير غانم هو اللي عمل لي تيست تيست في المسرح. كان جورج سيدهم ربنا يمسيه بالخير، كان كنت انا جديده خالص ومعاه في المسلسل، وهم كانوا بيعملوا مسرحيه اهلا يا دكتور ولسه ما جابوش البطله. فجورج سيدهم قال لي تعالي اوريكي سمير غانم والله يرحمه الاستاذ حسن عبد السلام المخرج. فقال لي قبل دي عارفه مين اللي كانت هتيجي تعمل الدور؟ أسرار الحكيم. سبحان الله. وجا شافها الاستاذ حسن عبد السلام الله يرحمه كل حاجه. جت أسرار الحكيم بكلم الاستاذ المنتج. كان سمير مكتشفها. اكتشف أسرار. هي جميلة في الكوفي شوب كده لذيذة وجاية أجنبية كده. المهم إيه، ففي المنتج بقى رياض العريان الله يرحمه. كنت قاعد عنده قال لي يا أخي مفيش وجوه جديدة. قلت له والله أنا جت بنوتة عشان المسرحية الجديدة زي القمر. قال لي هاتها لي، وكانت غلطتي بقى. رحت موديها له ما طلعتش. لا كان ايامها المسلسلات اللي بنصورها في اليونان ودبي وكده، فخدها بقى مسلسل. فرجعنا بقى كان ايه من نصيب الانسة وهي جايه كده حته. فجورج بقى قدمني وقال لي جمله انا ما انساهاش، ان الفن ملوش واسطه. يعني مش فلان ده بس قدم، لو انت موهوب هتعرف وعندك استعداد حقيقي وبتحب الشغلانه هتنجح. صح. انما يعني ممكن واحد يجيب وسايط الدنيا كلها ويروح لاكبر مخرج واكبر منتج، لكن هو ما عندوش الموهبة دي ما يمشيش أبدا. صح. صح. هي بس بتبقى خطوات بتساعد. صح. فهو قال لي لو أنت كويسة هم هياخدوكي، أنا مش هقرب لك يعني، ماليش دعوة. فطلعت بقى على المسرح وعمل لي تيست أستاذ حسن عبد السلام المخرج، اداني جملة كبيرة كده من الدور اللي أنا هعمله، وقال لي قوليه بدلع، قوليه بقوة، قوليه بأجريسيف، قوليه مش عارفة إيه كده، شريرة مش عارفة إيه كده. يعني استلمها بقى الأستاذ حسن. أنا بقى لقيت بنت موزة حلوة جاية. أيوة تمثل ما تمثلش مش مهم. نيته كانت إيه فربنا قال له. حضرتك أعجبت بيها من الأول خالص. قلت مش مهم بقى تمثل تلعب بتاع، خلاص ما دام موجودة معانا خلاص. هم مرنوها بقى أستاذ حسن وجورج وحاجة كده. لا حقيقي. بس اكتشفت فيها حاجة بقى، إنها أولاً ممثلة صادقة جدا على المسرح وما تضحكش. يعني شوف انت عارف انا بضحك ازاي؟ يعني انا ما انساش مشهد في فارس بني خيبان. وانا واقف كده بتغزل فيها. قالت لي يعني الكلام ده انت ما قلتهاليش ليه؟ قبل ما نتجوز. قلت لها لو كنت قلت لك ده ما كنتش اتجوزتك. ايوه. يعني انت من نوع الكتوم كده. من تحب كده على جوه. على طول. طب يعني ما بيقولكيش كلام بطارخ. ايوه ايوه. انت مش معانا انت عارفه. خلاص بقى اللي راح التاريخ الماضي مضمون، انما ده اللي مش مضمون. الماضي مضمون. كلي والله لما تاكلي ايه ما دام في استلطاف خلاص. غير البطارخ مش محتاجين. دول عصافير، دول لسه عصافير. اجيب لك بطارخ يا مجدي؟ لا ما انا اكلت منها. اديتني. لا والله حلوه. لا بطارخ حلوه جدا. طب قول لنا يعني هو بجد استاذ سمير ما بيقولكيش بقى كلام حب وكده؟ ما كانش بيقول لك؟ لا 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 هو العيش. لا كان في الاول مثلا بيقعد يدلعني بقى قبل ما نتجوز. بصي الراجل يجي بتاع الفل فل يا بيه فل يا بيه ياخد بقى وي. اربع سنين. اربع سنين فل الجواز قبل المسرح. اربع سنين المسرحيه شغاله كنا فيها زي المخطوبين يعني. اول ما اتجوزنا بقى الراجل بتاع الفل قال له امشي يا ابني اتجوزنا. خلاص راحت هي بقى ركزت همها تمشي كل اللي حواليا. تعرف ان انا بس دي تروح من ورايا فقعه زومبا مطيراها. يعني مدام دلال كان عينه زايغه. فاضي تلاقي نفسي وحدي عينه زايغه على طول. لا على طول طبعا. نيرك قفشتيه يعني. قفشتيه. استاذ فؤاد مهندس الله يرحمه. كنت بشتغل شيرلوك هولمز. ازاي طيب؟ فؤاد مهندس قال لك ايه؟ قال لي قال لي دلال انت عربيتك الجديده عامله كام الف؟ قلت له 12000 يا استاذ. قال لي منهم 11000 بتلف ورا سمك. والله
انت انزل من البيت مرعوب الشارع اشوفها واقفه فين والعربيه صغيره وهي مضمه دركسيون قوي. هو كان يبقى بره اقوم انا اروح جايه ومغطيه بعلمكم اهو يا بنات. ايوه اروح جايبه عربيتي وراكنه تحت البيت ومغطيه العربيه اه عشان ايه يجي بقى براحته بقى جايب معاه واحده صاحبته او حد جاييني وانا منتظر فيبقى مطمن وهو طالع هو بره طبعا يلاقين انا اوريدي جوه الشقه جوه منفضت الجهات كلها. طب كنت بتعملي ايه بقى لو لقيتي فعلا داخل معاه واحده صاحبته؟ لا لا ما شفتوش ما حصلش الحمد لله. كانت تبص بصه للي معايا تاجر على طول اللي معايا. لا ده مره جه بقى مادي ده اقول لهم على الفضايح قولي قولي اللي راح راح اللي راح راح برضه خلاص. داخله البيت ونزلت كنت رايحه اجيب التموين داخله البيت الاقي الباشا بقى ايه صوت بقى ضحك بقى وكركعه بقى وفي الاخر الاقيه جايب واحده ملبسها يا بني يقول لي اصل انا مودي في الحاجات الصغننه طب اتجوزني ليه؟ ده بيرسم على انك انت تعملي له يابانيه يوم يابانيه ايه ده جايب واحده قد كده مش هتيجي على مقاسها اصلا واحده قد كده وشايلها على كتفه. طب انت اتجوزتني ليه لما ده تيبه؟ ده انت بتقولي عليه ده اللي شايل على كتفي. نتنازل؟ ايوه ايه اللي شايل على كتفي ده؟ طب قولوا لي ايه اكبر مشكله حصلت في حياتكم الزوجيه؟ لا الحمد لله الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ختم يا حبايبي. انا مخي كبير وانا اكبر منها بكتير يعني قلت لها بساعة الجواز قلت لها انا اكبر منك ب 20 سنه خلي بالك يعني ايه ما تضايقنيش بقى وما تعكنيش عليا اللي هي هايله في الحته دي يا مجرم. ايوه بخف الدم ايوه انا باخد مننا فوت فالراجل اللي يفهم يعامل مراته وياخدها قالوا له قال لهم اللي عايز تخلص منها اتجوزها انا حبيت اخلص من دلال اصل ليه اتجوزتها ايوه لو متتجوزيها بقى تضمني مفيش مطارده بقى مفيش روح انا عامل زي معاها كده مكبر دماغي ومطنش مطنش مين انا كنت معبرك اصلا ده انت حفيت ورايا مطنش مين حفي انا بتكلم بعد الجواز مش قبل الجواز مش ناقصك ما تتلمي حرام عليك يا حرام عليك تتلمي مش قدام الناس عيب هقول لك حاجه بقى تضحك عليها تستغربي لها لما الست بقى تحط راجل في دماغها وتقول هو ده كان يجيني مسلسل بره مصر تفضل تدحر لما تطلع هي يا اما في نفس المسلسل يا مسلسل تاني المهم وراك وراك اروح انا بسيبك في الطياره وراك الاقيها. طب انت كنت اكيد بتفرح بالحاجات دي مش قوي يعني كنت بجد الصراحه ما بقول صراحه كده كده شالت البطروخ من بقها ما لحقتش تتهنى بيه كده لا اصل ما بحبش المفاجاه اه حبش المفاجاه الغير منتظره طبعا بس دي خلاص كانت ايام الدلع بقى احنا طب لا انت تعيش العمر دلوقتي كله دول لي بص ربنا يديها الصحه المفاجات بقى اول هديه جابها لك استاذ سمير ايه؟ اه إيه حلو قوي انك سالت السؤال ماشي اه انا وهو عيد ميلاده 15 يناير وانا 17 يناير خلاص حلو فاول سنه اتجوزنا هو قبل مني فقلت يا بت ايه خليكي شيك بقى وهاتي له هديه حلوه جبت له هديه حلو فقال لي مش ميرسي قوي إيه شكرا بس لا والله لا لا جبت لك يا لهوي انت نسيت طبعا لا ده انا من كترهم مش فاكره طب نفتكر مع بعض دلوقتي بعد يومين بقى انا قلت هيرد لي بقى هديتي هيجيب لي هديه بقى تاني يوم مش بعد يومين بعد يومين اه 17 فلقيته بيقول لي ايه شكلها وحش قوي ان انت لسه جايبه لي هديه امبارح وانا اجيب لك بكره هديه لا 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 عيب خلاص دي اول سنه فجيت تاني سنه بقى ما انا لقيمه برضه طيب لقم الفلاحين فيا بتاع الشرقيه ايوه ده جميل فجيت بقى ايه يوم 15 طنشت كل سنه وانت طيب يا سمير ومن غير هديه فهو جه يوم 17 بقى انا منتظره الهديه ما انا ما رضيتش بقى عشان هو عشان ما تقوليش بقى دي لقيته بقول له ايه سمير مش النهارده عيد ميلادي ما جبتليش هديه قال لي ما انت لو كنت قدمت السبت الله الله ده ما فيش فايده خلاص من ساعتها بقى لا هو يجيب لي ولا انا اجيب له بس هي ايه والله نص فلوسها رايحه
كل صحباتها ما شاء الله لا أنا كلاسات ليديات افكر في الهدايا. كل واحده عيد ميلادها تكون مجهزه الاقي حاجه داخله ده مين ده عيد ميلاد ما اعرفش مين ده عيد ميلاد اسمها ايه وده يعني لا حبايبي هم يعني كمان بيجيبوا لي يعني هم يعني بصراحة هبالة هم دي فلوسهم رايحة كده ودي فلوسهم رايحة ليه دي هدايا يوزعوا ايه فدلوقتي بقت ايه تيجي تورتة كبيرة في عيد ميلادي أصحابي يعملوا تورتاية أفضل سايبها زي ما هي لحد يومين نغير الصورة وحط صورتها هي هي نفس وفي الاخر ما بناكلهاش ابعتها بقى لاختي لحد شهوه الأكلة التورته مش دلوقتي صح واحنا صغيرين وهي كمان هو يعني كل حاجه زمان كانت لها صح طعم كده صح. طب ايه تاني كان في بدايه جوازكو مثلا حاسين ان هو ما بقاش موجود دلوقتي كل حاجه ليه يعني ايه كل حاجه مش عارف لا يعني مثلا ايه كنت مثلا لما تروح حضرتك شغل فمثلا هي تحس ان انت وحشها او هي مثلا لو اتاخرت شويه إيه؟ لا 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 اصل احنا من ساعه ما اتجوزنا وهو بيشتغل وانا والحمد لله بشتغل بصي يعني خدنا الفتره الذهبيه يعني فتره الخطوبه بتاع دي كانت فتره ذهبيه جاء الجواز بقى عادي لا بقى واحنا متجوزين عملنا مسرحيتين مع بعض اللي صح هي فارس وبني خيبان واخويا هيثم كانت فظيعه هي كانت ما شاء الله فكنا يعني عشره مسرح وبيت دي لها متعه جميله خاصه يعني صح حقيقي كنتوا تبقوا نازلين كده رايحين الشغل مع بعض كان احساس حلو قوي ما انا ما كررتهاش اصل مش معقول هيبقى البيت والمسرح خدت لي بالك يبقى لازم بعد كده بقى رفض بقى يعني لا بيبقى صعبه صعبه على الراجل لا هو هو كمان ما بيبقاش بقى واخد راحته على المسرح يعني الادوار لازم نطلع بقى زوج وزوجه لان كنا قدمنا بقى واتعرف ان احنا متجوزين ومخلفين وكده يجي مثلا هو بيحب بقى يتغزل في البطله بتاعته فمش معقول هيقعد يتغزل في مراته لا بلا الناس مش هتصدق فكان ده دايما يعني وجهه نظره قال لي لا خلاص دلوقتي لو مثلا موضوع مسلسل مسرحيه وطالعين احنا اتنين متجوزين اوكي اقول لك حاجه كنت في المسرحيه واتغزل فيها انسى ان دي مراتي دي بنت اموره جت الحاره كده كنت لسه صغيره ابتدي غنانه وعسل والله انت يا ابو ابتدي بقى انا اقول حاجات هي تضحك بقى يعني حاجات كده مش فاكر طبعا بقول ايه انما ابتدي اتغزل يعني عشان اطلع بره الدور خالص طب انتوا على مدار حياتكم ما تحسش الناس ان دي مراتي طيب على سؤالي بقى طيب على مدار حياتكم بتحطوا فلوسكم على بعض كده تحطوا إيه؟ لا لا ليه بقى بس ما حدش لا 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 اي حاجه تيجي يا انا ادفع يا هو يدفع واحد في الدفع تمام انما في المجيء لا طبعا فلوسي لوحدي ومين معاه فلوس اكتر دي مهمه قوي على فكره لا بس حقيقي مفيش فرق يعني عمرنا احنا ما نعرفش بنصرف ايه يعني مفيش ميزانيه للبيت تمام يعني احنا واحنا شغلتنا بالذات صح يعني يوم معانا ويوم ما معناش يوم نمسك ايدنا شويه ويوم نزود الحمد لله ربنا يفتح بس يعني انا بسيب شنطه قد كده فيها بقى هي بقى اتعلمت البنات اتعلموا كمان يبقى ايه والشنطه هي في ايه عارفين عارفين مكان خد يا دلال وانا عارف تكون هي قبضه وبتاع انما عاده بقى ايش وريني بس الشنطه ده 200 جنيه لي خد لا الحمد لله عمرنا ما اختلفنا في لا في الحاجات في المسائل الماديه الحمد لله ان انا بسمع بلاوي يعني ما بين الناس لا 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 يعني بالورقه والقلم وانت صرفتي كام وانا كده. اللي جبت كذا هي كده والله والمصحف هي كده عمرنا يعني يعني مثلا بتاع الكهرباء يخبط انا اللي فتحت يبقى انا اللي هجيب الفلوس وادفع سمير كده علمني طب انا عايز اسالك على حاجه يا ديدي انت شايفه انه اصلا الست المفروض فعلا ان هي تشتغل وتساعد جوزها ولا لو لقيته مستهبل وعامل ايه مش من هنا كده تبتدي بقى تلم الدنيا لا. نعمل لا. ايه لا. لا طبعا يساعدوا بعض طبعا حتى لو هو مبطرخ وهو لو في ايام مثلا لا قدر الله ميلت معاه شويه لازم تساعديه يعني بس طبعا لازم هي اللي تسد لازم تساعديه تطلعي وهو نفس الشيء برضو اهو هو نفس الشيء بس الجزئيه اللي فاتت دي مهمه طب امتى الست توقف ده؟ لو حست ان ايه حصل لقيته جبله بقى توقف دي مع الله اهو انت صدرانيه في الكلام اهو